et le compost. نقلبوا فيه شويه نقطع عليه. دي فما امطار هذا اللي عملناه كما تشوفوا فيه قاعد يحضر او ديجا تهروش ولا مهروش ودرجه الحراره نتاعو هنا نشوفوا فيها ملي كانت في الدينا بها ب 70 درجه وتوا كما تشوفوها تحت حتى 37 درجه قاعد يتيب. وهذا تشوفوا فيه الكومبوست، هذا الكوم الاول اللي عملناه منذ 14 جانفي توا تقريبا عنده شهرين ونص. وهذا الكوم الثاني قاعد يتخمر ودرجه الحراره نتاعو حاليا في 50 درجه. هذا بالضبط عنده 3 اسابيع من اللي خدمناه من اللي جينا نخدموا فيه وقاعدين توا نهوؤوا فيه قاعدين نهوؤوا فيه. كما تشوفوا هذا السيستم رايح قطره قطره، لكن في فما الامطار نهارات هذوما برشا امطار، فيعني قاعدين نحاولوا نستغلوا الامطار باش نقصوا من الاستعمال نتاع الماء. وشكرا لكم.